الشأن الحزبي الآن، شن الأمين والعام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد ويحيى أمسي هجوما شرسا على الأساتذة والأطباء المضربين، حيث اعتبر حراكهم بمثابة قطار الفوضى الذي يجب توقيفه، في خرجة جاءت بعد صمت طويل لأحمد ويحيى جعل الأسئلة تكثر حول غيابه عن المشهد. التفاصيل مع حمزة كحال. بعد التزامه صمت حيال ما تعيشه الجزائر من تطورات، الأمين العام للأرندي والوزير الأول أحمد يحيى يكسر حاجز الصمت ويسمع صوته ورأيه من بسكرة بمناسبة ذكرى تأسيس التجمع. أحمد يحيى وكعادته أطلق سهامه على الجميع، وكانت لنقابة التعليم والصحة الجزء الأكبر، وتوعدهم بلسان الوزير الأول بأن قطار الفوضى سيتوقف. أما ما زال والحمد لله الآن أن حال الرجل الأول في الأرندي لم يضيع فرصة إطفاء حزبه للشمعة 21 ليرد على لويزا حنون. بالمناورة السياسية تكشف وين؟ كي يقول لك هذه الورقة هذه كذلك مش فيها مجلس تأسيسي. وبما أن التصريحات المتضاربة أصبحت ميزة الحكومة، كذب أحمد ويحيى تصريحات وزير المالية راوية المتعلقة برفع الدعم عن الوقود، مؤكدا أن الدولة لن تتنازل عن دعم الأسعار. هذه هي الرسمة. قال الدولة الأكيد أن تصريحات أحمد ويحيى بصفته أمين عام للأرندي بينها وبين منصبه كوزير أول خيط رفيع، منها ما تلزمه بالفعل ومنها التي ترد، فالأرندي يرافع على رفع الدعم وتطبيق الإعدام، وهو ما يعجز أحمد ويحيى على فعله لأسباب سياسية. أجل المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية المجتمع أمس بالعاصمة أجل الفصل في استدعاء المؤتمر الاستثنائي من عدمه إلى الدورة المقررة شهر مارس، وذلك بعد ضغط من القيادة التي تفضل التوجه نحو مؤتمر عادي قبل نهاية السنة. وتأتي الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي بعد استقالة عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري وتقلص عدد الهيئة الرئاسية إلى 3 أعضاء عقب إقالة رشيد حالات واستقالة سعيد أشعلمن. فتح رئيس جبهة العدالة عبد الله جبل الله النار على أحزاب التيار الإسلامي. أجاب الله وخلال انعقاد المؤتمر الأول لمجلس الشورى للحزب قال إن الإسلاميين يعيشون مرحلة التبعية. التصريحات في ميكروفون أسماء نعسلي. إذا ما وفق الإسلاميون خاصة والمسلمون عامة إلى فقه هذا وارتقوا بعقولهم وفهومهم إلى هذا المستوى، ثم المنافسة الحقيقية للغير، ثم الانتصار عليه بفضل الله وعونه. هذا ونصب عبد الله جاب الله أمينا أولا للحزب ورئيس مجلس الشورى الوطنية، وذلك في إطار تنظيم الهيكل للحزب الرامي لإحداث التوازن في الصلاحيات داخل الحزب. إلى موضوع مغاير، كثيرا ما تغنت الحكومة بإنجاز إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني التي تمكن المواطن من الدفع دون عناء أو عناء التنقل، غير أن هذه الخدمة لم تصل بعد المواطن واقتصرت الخدمة على سحب الأموال فقط. التفاصيل مع بلال يوسف. اتفاقيات عديدة أبرمت، كلام كثير قيل عن الخدمة الدفع الإلكترونية التي تمكن المواطن من قضاء حاجاته دون عناء التنقل، دفع فواتير الكهرباء والغاز وتعبئة الهاتف وغيرها من الخدمات، كل هذا بكبسة زر، غير أن الخدمة لم تصل بعد المواطن الجزائري الذي لحد الساعة لم يفهم بعد كل هذه التفاصيل. ما على بالي من يجيبوها كاع انا، والله ما عندي خبر من يجيبوها، ما عنديش انا خبر من يجيبوها، هذو راهم يخدموا غير بالولايات انا كبار، باقي من ما كاش يستعملوها شادي كاع، راهم يخدموا غير احنا نخدموا كاع، تجي ورقه تاع تريسيتي راح تخلص. ما سمعتش انا بها، انا نخلص بها غير كيما جبتها، ما على باليش كيما تحكي هذا وين انا اسمي، ما على باليش خلاص. نقص التحسيس والاشهار بهذه الخدمه ساهم بشكل كبير في جهل المواطن بطرق استغلالها والاستفاده من مزاياها. راني نشوف فيها بلي دابور ماشي الثقافه تاعنا مازال ما بداتش، لازم نهار نحاولوا نسيوها والناس توالف ويوليو يدفعوا بها، يعني هي قضيه تولف، لازم تبدا نهار اللي تبدا ان شاء الله فيها خير من بعد. كاش توعيه تاعها هذه، ماشي يديروا كاش توعيه تاعها، ما راهمش يقولوا للناس كاع ما باقي يستعملوها، كاين الناس اللي ما تعرفهاش، راهم هنا في الولايات برك كبار اللي يعرفوا لها، باقي منهم ما كاش يستعمل. الاتصال بين الاداره والمواطن والتحسيس تعميم الخدمه متعامل به في جميع انحاء العالم الا في الجزائر، خدمه بعد اطلاقها منذ مده
المواطن خارج الاهتمام. حلويات بأشكال وألوان مختلفة تفننت أيادي الطهاة في إعدادها في معرض الشوكولاتة بالعاصمة. الغلاء الكبير وسوء استقبال بعض المتعاملين للزوار حال دون استمتاع العشاق بهذا المنتوج. نادية معزوزة زارت الصالون وعادت بالتالي. المتجول في هذا الصالون يجد أفخم أنواع الشوكولاتة. العديد من المتعاملين قدموا أحسن منتج لديهم لهذه المادة التي شملها في وقت سابق قرار الحكومة المتعلق بمنع الاستيراد. جيت للصالون هذا باش نقدم الحلويات القسنطينية، ومثلنا شوية وجبنا شوية شوكولا باش على الصالون هنا على الشوكولا باش نعتوا باللي نقدروا نخدموا بالمنتوج تاع بلادنا. proposons donc deux familles de produits différentes. La Sarl Chocodada propose deux familles différentes de produits. Nous avons le VG cacao et le chocolat. Nous avons les différents goûts et les différents formats. الأسعار الخيالية التي شهدتها الحلويات والشوكولاتة المعروضة في هذا الصالون أثارت استياء كبيرا لدى عشاق الشوكولاتة. Les prix sont trop élevés. Il y a vraiment ce manque de communication, ce manque d'interaction entre animateurs et clients. Donc du coup, c'est ce qui pose un petit peu problème, c'est que même si l'acheteur il considère que le prix est trop élevé, avec une bonne communication, je pense qu'il va dépenser. Les prix كامل طلعوا اوتوماتيكمون. Donc même chez Cola اللي كل كبرنا عليها sans citer اسمها معروفه اي تو même هذيك وزادت في السومه. في الوقت الذي تشجع فيه الحكومه المنتج المحلي بقرار منع استيراد العديد من المواد، الا ان بعض المتعاملين لا يحسنون استثمار الفرص. أخبار دولية تأتيكم مختصرة لنتابع. ضبطت الجمارك التونسية سفينة روسية تحمل علم بنما سيارات مصفحة غير مصرح بها وناقلات جند مدرعة وتجهيزات عسكرية بعد دخولها المياه الإقليمية التونسية في البحر المتوسط. يتوقع أنها كانت متوجهة إلى ليبيا والكاميرون. في فلسطين المحتلة أصيب 23 مواطنا فلسطينيا بجراح مختلفة، بينهم إصابة خطيرة في الرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة. ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريشتر بالعاصمة المكسيكية مساء أمس الجمعة دون تسجيل إصابات وأضرار. يأتي هذا بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 7 سبتمبر الماضي بقوة 8.2 مخلفا عددا كبيرا من الضحايا. نادي بارادوا في حال فوزه يلتحق بشبيبة الثورة الباحثة عن استعادة مركز الوصافة خلف المتصدر شباب قسنطينة بعد أن تخلت عنها في الجولة الماضية لصالح مولودية وهران. المقابلة رسلنا فينا صعبة وإن لابو كونتر الخصم اللي هو اللي يقدم في مردود جيد، حنا رانا رايحين إن شاء الله باش نفوزوا بالمقابلة ونقعدوا تجر في البوديوم إن شاء الله. وإن كانت شبيبة الثورة قد فوتت على نفسها فرصة البقاء في المركز الثاني في الجولة الماضية بعد تعادلها بميدانها أمام وفاق سطيف، فإن العكس بالنسبة لنادي بارادو المنتشي بفوزه من خارج الديار أمام اتحاد البوليدة. فوز أعاد زملاء الملالي للواجهة في طريقهم نحو احتلال مرتبة من بين الأربع الأوائل، ولو أن نسور الجنوب يسعون لتكرار فوز الذهب. تحضيرات نورمال كما قال عليها مواطن يقول لك اللي دي فاتت لنا في بلادنا تخلينا نزيدو نخدمو أونكور بليس، يقول لك إن شاء الله نزيدو يتفليد نجيبو 3 points ونسحقوها ونقعدوا في البوديوم ان شاء الله. فهل سيتمكن نادي بارادو من الاطاحه بمنافسه واللحاق به في سلم الترتيب، ام ان نسور الجنوب سيواصلون تحليقهم في مقدمه الترتيب؟ اما الان ننتقل الى الاخبار المحليه من تقديم الزميل احمد كسراوي. اهلا بك احمد. اهلا بك ساره، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. تفاصيل المحليه بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا. بداية، أمضت الوكالة الولائية للتشغيل وصندوق التأمين على البطالة ومديرية التكوين المهني لولاية سكيكدا اتفاقية شراكة تقضي بتكوين الشباب البطال وبدون مؤهلات بهدف إدماجه في سوق الشغل وإنشاء مؤسسات مصغرة. التصريحات في ميكروفون سعد زكاري. إدماج شباب من دون مؤهلات هي تجسد سياسة التشغيل التي تتمحور على تشجيع التكوين وخاصة التكوين المهني، وهذا من أجل السماح للحامدي
المشاريع والحاملي أفكار خلق مؤسسات أنه يتكفلوا برواحهم ويكون لكمبانيومون، تكون نحن المتابعة. هي الجبهة الاجتماعية يعيش سكان حي المنظر الجميل بولاية البيض معاناة كبيرة جراء مخلفة أشغال تجديد القنوات التي يشهدها الحي الذي أصبح مشوها وتسبب أيضا في تلوث مياه الشروب، يقول محمد بن هرقال في هذا التقرير. منذ 3 سنوات تقريبا وضع المقاول أول ضربة معول في هذا الحي، ومن يومها لم يرى سكان المنظر الجميل يوما واحدا بلا غبار أو بلا أوحال. تجديد للقنوات انقلب إلى جحيم لا يعرف موعد لنهايته. صوروا الحي بعينكم، صوروا ديارنا راهم يدخل فيهم قرصة، ديارنا من الأساية قرصة خلاص. الماء راه تخلطينا مع البيز، وكاين البلاصة اللي تهرسوا شهرين ثلاثة وحنا نعانوا الماء يسيل، وجماعة متماسحين طاشرون وصحاب لي ديمياء علينا وحنا نخلصوا الفاتورة. المقاول المكلف بالأشغال لم يظهر إلى اليوم ليبرر هذا التأخر الحاصل أو ليطمئن السكان بموعد لإنهاء معاناتهم. ومن عمق المجتمع تعاني الأرملة خيرة بلوفة من بلدية العطاف بولاية عين الدفلة من مرض جلدي نادر انتشر على أطراف جسدها وأثر على نفسيتها، وتناشد أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر لمساعدتها على جلب الدواء الذي لا يتوفر حاليا بالوطن. الزميل لسر عمران زار العائلة وعد لنا هذا الروبورتاج. تعاني الأرملة خيرة بلوفة البالغة من العمر 52 سنة القاطنة ببلدية العطاف غرب ولاية عين الدفلة من مرض جلدي نادر أزم من حالتها النفسية، وهو في توسع سريع في مناطق أخرى من جسدها. بتلي كامل وانا شعل الفرن ونكمد فيهم بالنار بيحبسوا علي السطر والخبيش. تصادف تصويرنا للروبورتاج زيارة جمعية كافل اليتيم للأرملة الذين وجهوا بدورهم نداء للجالية بالخارج لمساعدة هذه الحالة الإنسانية. نوجه نداء شريحة من المجتمع الجزائري ألا وهي الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أنه يجبرون هذا الدواء لهذا الأرملة مسكينة اللي ما عندهاش باش تشريه وما عندهاش شكون يجيبوا لها. كاش واحد منكم قلبوا فيه الرحمة يعاونني ويجيبوا لي الدواء، أنا مضرورة. وتأمل الأرملة خير باللوفة في مساعدتها من طرف أهل البر والإحسان بجلب الدواء الذي يتواجد خارج الوطن فقط وبأسعار باهظة لا تتمكن من تسديدها. في موضوع آخر وتحسبا لإحياء ذكرى يوم الشهيد، أراد الفنان التشكيلي الأخضر زويد أن يخلد مآثر من حرروا الجزائر. الفنان يبدع في جداريات منحوتة بالجبس تمثل تضحيات رجال الوطن تخليدا لذكرى يوم الشهيد المصادف 18 فبراير من كل سنة. تقرير عبد الحميد دواتي. نحت على الجبس يجسد ملامح وبطولات شهداء أفدوا هذا الوطن غاليا. هو الفنان الأخضر زويد الذي أبدع بأنامل يديه وهو ينحت تعبيرا عن أرض الشهداء التي حررها أباؤنا بالأمس ويبنيها جيل اليوم بالعلم والتشهيد. لوحة فنية بمناسبة يوم الشهيد في يومه السنوي. هي تحضيرات اليوم الشهيد، لهذا الشهيد اللي أعطانا من عطاء نفسه وضحى بالروح والنفس اللي هي عزيزة على كل حال، ضحى من أجلها باش نعيشوا احنا كسعداء. الأخضر زويد الفنان المولع بنحت التاريخ في الشجر والحجر بالجبس وبالريشة إهداء لروح الشهيد في أغلى ذكرياته. ونشوفوا باللي المشعل ونشوفوا باللي المجاهد في ذاك الوقت حمل سلاح من أجل هذه الجزائر. روح الشهيد ترفرف في سماء الجزائر عالية مخلدة هامات شعب أراد التحرر والعيش في كنف العزة والكرامة في جزائر بيضاء مسقية بدماء الشهداء. في موضوع آخر، تتمثل رياضة تابلينت في مصارعة بين شخصين تنتهي بفوز من يسقط خصمه على الأرض، تمتد إلى عمق وجذور الثقافة التركية تمارسها كل الفئات العمرية، وهي رياضة ترفيهية تمارس خاصة في وقت الربيع. الرياضة هذه اللي يسموها تبيلانت، اللي يسموها تبيلانت، هي في الحقيقة تجدها عند الصغار وتلقاها عند الكبار. تجدها عند الصغار كي يبداو يتعلموها كما كنا نشوفوا دروك، يبداو يتعلموها وعندها الشروط نتاعها.
هي معناته على العموم يبداوها الصغار نقولوا مازال ما السروال هو خطر لازم ثمانات معناته زرزم يلقى البلاصه اللي يشد فيها وعندها حركات نتوعها والوضعيات نتوعها معروفه يعني باش ما تديرش حركه اللي خارجه على الاطار. وفي النشاطات الرياضيه ايضا وفي مبادره لقت استحسان الاسره الرياضيه بالعطاف ولايه عين الدفله نظمت جمعيه اتحاد سانسو حفلا تكريميا على شرف اللاعب السابق حميد زروقي بحضور قدماء اللاعبين بفريق شباب العطاف واولمبيه شلف في مقابله استعراضيه بالمركب الرياضي العطاف. لسلام شهدت القاعة الرياضية بمدينة العطاف ولاية عين الدفلة مقابلة تكريمية على شرف اللاعب السابق حميد زروقي ببلوغه 60 سنة بمشاركة قدماء اللاعبين لفريق شباب العطاف وبعض لاعبي أولمبي شلف من تنظيم جمعية اتحاد سانسو. هذا التكريم كان باش نرجعوا له شوية من الفضل اللي كان عنده للنهوض بالرياضة في مدينة العطاف. وكما كما تشوفوا اليوم هذا ماشي حفل يعني عرس ونتمنى عمر مديد لهذا زرقي حميد جديد لو ما جد العقبار مع الحبيب ويدارو وقلت لنا نتريني يوم بريقة ولعبت لمرتين ولعبت بالعطاف. السلطات المحلية استحسنت هذه المبادرة بتكريم اللاعبين القدماء وتذكرهم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. ديروا هذه الدورة ليه وفي نفس الوقت هي معاونة لهذا اللاعب. التفاتة طيبة من جمعية سانسو التي أبت أن تنظم هذا الحفل البهيج بحضور كما تشاهدون القاعة مملوءة عن كاملها. وتنظم هذه المبادرة في الوقت الذي يعاني فيه كثير من قدماء اللاعبين من النسيان والتهميش بالرغم من أنهم قدموا الكثير للرياضة. ونختم من ولاية قسنطينة وثقافيا تمكن جمهور قاعة أحمد باي للعروض الكبرى بقسنطينة من مشاهدة أول عرض للفيلم السينمائي ميم للمخرج عمار زغاد. الفيلم يعد أول تجربة سينمائية في أفلام الرعب والخيال على مدار 70 دقيقة. توفيق عمري. ميم هو أول منتج سينمائي جزائري من أفلام الرعب والخيال يسرد خلال 10 دقائق من الزمن قصة مجموعة من الشباب يدخلون مغارة مهجورة بهدف تصوير فيلم ليجدوا أنفسهم في فخ من الأحداث المخيفة داخل دهاليزه. الفيلم ضرار يخدموهم هادو لي غروط وهادو يخدموهم في الاستوديو احنا خدمنا في الأماكن هما وما كانتش سهلة يعني كانت في وقت يعني تاع الشتاء. الفيلم يعد محاولة جريئة اعتمد مخرجه على عناصر التشويق ومشاهد الظلام المستمر وتنوع الديكور وأداء الممثلين. هو مغامرة بالنسبة للممثلين وبالنسبة للفنانين أن خدنا تجربة لنعتبرها يعني تجربة بالنسبة لنا جديدة. جمهور قاعة أحمد باي للعروض بقسنطينة تابع العرض عن كثب وكانت له ردوده. في السيناريو لأنه كان وكأنه يسرع يحب يوصل لنهاية الفيلم. بصح هذا النوع تاع الفيلم هذا فريمون جديد اما كونيسونس لو بروميير فيلم. اما مخرج الفيلم فناقش اشكاليه تسويق الفيلم. مي 5 قاعات سينما ما تكفيش باش تدخل ولكن حتى 4 صور داك اللي خسرتهم. ميم يعد بمثابه نقطه تحول في السينما الجزائريه التي اقتصر انتاجها على افلام اجتماعيه واخرى تاريخيه ثوريه. بهذا الخبر نطوي اوراق المحليه لنهار اليوم. عوده اليك ساره. شكرا لك زميلي احمد. نبقى دائما في الثقافة حيث افتتحت فعاليات الدورة 68 من مهرجان برلين السينمائي الدولي لأول مرة بفيلم الصورة المتحركة جزيرة الكلاب للمخرج الأمريكي ويست أندرسون. الفيلم واحد من بين 19 فيلما تتنافس على جوائز الدب الذهبي والدب الفضي دون مشاركة عربية. التفاصيل مع زهور غربي. فيلما يتنافسون على جوائزه الذهبية والفضية. المشاركة العربية بالمهرجان هذه السنة خارج المنافسة إذ يعرض في قسم البانوراما فيلم الجمعية وهو فيلم مصري لبناني من إخراج اللبنانية ريم صالح. كما يشارك بالمنتدى الموسع وهو أحد فروع المهرجان الغير الرسمية فيلم عديم الجنسية للمخرجة المغربية نرجس نجار وفيلم جاهلية للمخرج هشام العصري والفيلم القصير على قد الشوق.
هذاك الشيء رايكم في الفيس. شوف اصاحبي انا ديك السيمانه كنت محتاجك، ديك السيمانه ما دابا مابقيتش محتاجك، انا دبرت على راسي بكل بساطه. انا بغيت نوصل لك واحد الفكره وخذها مني انا، كون عا راجل. والفيلمين المصريين القصيرين الايادي الخفيه وفيلم قبل ان ننساه. جدير بالذكر ان المشاركه العربيه عرفت جوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي من خلال الممثل التونسي مجد مسطورة الحاصل على جائزة أحسن ممثل بفيلم نحبك هادي العام الماضي، وعن طريق يوسف شاهين الحاصل على جائزة الدب الفضي قبل نحو 40 عاما بفيلمه إسكندرية له. في هذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري ونشر مشاهدينا، لكن أخبارنا لا تزال متواصلة عبر الموقع الإلكتروني للقناة media.tv.tv، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة أسفل الشاشة. متابعة طيبة في أمان الله.